السلام عليكم، مرحبا بكم يا أصدقائي. سوف نتعلم اليوم عن الحيوانات البحرية في عالم البحار. هل أنتم مستعدون؟ سلحفاة، سلحفاة، أخطبوط، أخطبوط، سرطان البحر، سرطان البحر، سمكة، سمكة، حوت، حوت، ثقمة، ثقمة، بطريق، بطريق، قنديل البحر، قنديل البحر، حصان البحر، حصان البحر، قرث، قرث، دولفين، دولفين، نجم البحر، نجم البحر. والآن وقت الأسئلة. أين هو الحوت؟ نعم، أحسنت. أين هي الفقمة؟ ممتاز. أين هو نجم البحر؟ أحسنتم. أين هو البطريق؟ رائع، أحسنتم. أين هو سرطان البحر؟ ممتاز.